شهدت الأشهر القليلة الماضية عشرات الهجمات الإرهابية التي نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على البلدات والقرى الفلسطينية، التي شهدت إطلاق الرصاص الحي على المواطنين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمنازلهم وممتلكاتهم. وبمقابل ذلك دعا بن غفير إلى تشجيع المستوطنين الإرهابيين على ارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق المواطنين الفلسطينيين بذريعة رشق المستوطنين بالحجارة. للمزيد حول الموضوع نرحب من طول كرم عبر سكايب الأستاذ محمد ناجي صبحة، مدير مركز الميدان للدراسات والاستشارات. أهلا بك الأستاذ صبحة. حياكم الله. أهلا وسهلا. ومن السعودية نرحب بالدكتور عبد الرزاق غراف، باحث أول بمركز الخليج للأبحاث بالرياض. أهلا بك دكتور غراف. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم ولكل المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. استسمحك لابدا مع الاستاذ محمد ناجي صبحه، كيف يمكن لنا قراءه تصريحات بن غفير التي تدعو للقتل العمد الفلسطينيين بذريعه رشق المستوطنين بالحجاره؟ هل بات الشعب الفلسطيني يخوض حربا وجوديه بذلك؟ السلام عليكم، أهلا بك وبضيفك الكريم وبعموم المستمعين والمشاهدين. يعني تصريحات بن غفير هي استمرار واستكمال واستئناف لما صرح به منذ أن كان شبلا صغيرا وحتى يومنا هذا. نحن استمعنا إلى مجموعة من مقابلاته حينما كان شاب وحين كان من فتية التلال، كيف كان يدعو إلى قتل العرب وكيف كان ينافح ويدافع بقوة لما تبقون على العرب أحياء، ولنا ويوجد كثير من التسجيلات له على المواقع منشورة. كذلك عندما كان محامي وكان يتحدث بهذه النفسية ويدافع عن القتلة عن الإرهابيين ويعتبرون أن عملهم هو عين الصواب. اسمعي رأيه في باروخ جولدشتاين الذي نفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل. هو يعلق صورته في بيته ويعتبره بطله ويقول أن هذا قدوتي في مكافحة أو في حرب الفلسطينيين. وبالتالي هذه هي نفسية سموتريتش، هذا نهجه وهذه الطريقة التي عمل بها منذ البداية، وهذه الطريقة التي توعدوا بها الفلسطينيين والعرب بشكل عام أن يتعاملوا معهم بها عندما كانوا في المعارضة. يعني أنا أذكر لك مثالا وجيد أن نذكر به. سموتريتش وهو رفيق بن غفير قال في الكنيست في الصهيوني، صرخ بالطيبي وأعضاء الكنيسة العرب وقال أنتم خطأ بن غوريون، أنتم الخطأ الذي لم يستطع أن يكمله بن غوريون، أي لم يستطع أن يطردكم، ولنرى هل سنستطيع أن نصحح هذا الخطأ عندما نصبح في عندما تصبح السلطة بأيدينا. هذا هو النهج الذي يعملون به. إذا لن نتوقع من بن غفير إلا هذه الطريقة، ولن نتوقع على هذه التصريحات. هو بأول أمس عند أو بالأمس عفوا عندما قررت المحكمة إطلاق سراح قاتل معطان بدم بارد في بورقة، هو قال ليس فقط كذلك، هو يجب أن نعطي هذا القاتل وسام شرف، ويجب أن نعطي من يقتل الفلسطيني وسام شرف. بل هو قبل فترة قصيرة عنف وعاقب أحد ضباط مصلحة السجون الصهيونية لأنه لم يعطي لأحد قتلة دوابشي الذي حرقوه حرق، وأنتم تعلمون القصة، لم يعطيه غرفة مميزة ولم يعطيه حقوقا إضافية عن غيره. وبالتالي هذا هو النهج الذي يعمل به بن غفير وسموتريتش. طيب الدكتور غراف، هل لنا أن نقول أن هذه التصريحات تعتبر بداية مرحلة جديدة من سلسلة الانتهاكات الصهيونية المتطرفة؟ مساء الخير، تحية طيبة أستاذة ولكل المشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. هو بداية وفي توصيف سريع لما يحدث في الأراضي المحتلة، الأراضي الفلسطينية المحتلة، علينا أن نضع في الحسبان أن هذه الحكومة الموجودة اليوم تعتبر أحد أكثر الحكومات راديكالية في التاريخ الإسرائيلي، وبالتالي سياساتها تعبر على محتواها. طوال التاريخ الإسرائيلي لم يحدث أن اكتسب أقصى اليمين المتطرف بكل أجنحته الدينية والعقائدية وبرؤيته السياسية المرتكزة بالأساس على الكثير من الرؤى التوراتية
والتي تغيب في الكثير من الأحيان حسابات استراتيجية واضحة المعالم. لم يحدث أن امتلك هذا اليمين المتطرف نفوذا على غرار ما يمتلكه اليوم، وفي مقابل ذلك لم يشهد التاريخ الإسرائيلي تراجعا للتيارات العلمانية المعتدلة وفي مقدمتها اليسار الاشتراكي. نعم الدكتور غراف، إذا انقطع الصوت. نعود إلى الأستاذ محمد ناجي صبحة، نتحدث إذا عن هذه التصريحات بخصوص قتل الفلسطينيين العمدي والتي جاءت على لسان بن غفير. برأيك على ماذا يعول المحتل من خلال الاستمرار في هذه الانتهاكات طالما أنها لم ولن تخمد الغضب الفلسطيني؟ سيدتي، لدى الصهاينة طريقتين في التفكير، وربما أنتم ستتحدثون عن هذه الحكومة الصهيونية، هل هي متطرفة بشكل عام أم أن هذا موقف جزئي لبن غفير وسموتريتش؟ الاحتلال الإسرائيلي الحاكم حاليا هو متطرف بمجمله، لكن الطريقة التي يفكر بها بن غفير وسموتريتش هي طريقة مندفعة متهورة تمثل العقلية التي تربوا عليها، وتمثل النهج الذي يتبنوه، وتمثل العقيدة التي تربوا فيها وتعلموها في تلمودهم. هم عندما يتحدث بهذه الطريقة هم ينظرون أنهم يطبقون نظرية الرب، وهم يطبقون الوعد الذي يريد أن يحققوه، الوعد الإلهي كما يقولون. وبالتالي عندما قال سموتريتش هذه العبارة في الكنيست الذي ذكرت قبل قليل، قال أنا أريد أن أطبق استكمال العبارة رسائل يوشع بن نون. فهم يطبقون شيئا يعتبرونه شيئا دينيا، ولا يفكرون كثيرا بالنتائج. ولذلك الفرق في بينهم وبين نتنياهو مثلا، أن نتنياهو متطرف ولكنه لا يريد أن يثير العرب أكثر من ذلك. سموتريتش وبن غفير لا يفكرون هل هذا سيثير العرب أم لا، ولذلك لا يعولون على شيء، إنما يعولون على أنهم في الحكم وأنهم يريدون أن يطبقوا منهجهم وعقيدتهم وسياستهم. ولذلك عندما حصلت مثلا حادثة حوارة، نعم، وقفوا وقالوا يجب أن تحرق هذه القرية، لم يفكروا هل هذا سيؤدي إلى نتائج عكسية أو غير ذلك. خرج نتنياهو وغيره وقالوا أنتم مخطئون ويجب أن تتوقفوا عن هذا الكلام، ليس حبا بأهل حوارة ولكن حبا بأن لا يستفز الفلسطينيين والعرب والعالم بشكل عام أكثر من ذلك. وهم يريد نتنياهو يريد أن يقتل ولكن بصمت ودون أن يقوم بهذه البروباغندا. طيب الدكتور غراف، نعود إليك دائما للحديث عن هذه التصريحات الصهيونية اليمينية المتطرفة التي جاءت على لسان بن غفير وهذا التوجه الرسمي. برأيك ما تأثيره؟ ألا يغذي إرهاب المستوطنين ويدفع بهم لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين؟ أكيد هذا يعتبر أحد مخرجات ما يحدث حاليا، في استمرار للفكرة التي كنت أتناولها قبل الانقطاع، أن النفوذ الذي اكتسبه اليمين المتطرف، أقصى اليمين المتطرف، ترك زخم سياسي كبير جدا، ليس على السياسة الداخلية للحكومة الإسرائيلية فقط، إنما حتى على السياسة الخارجية الإسرائيلية. اليوم هناك انقسامات شديدة داخل المجتمع الإسرائيلي، هناك حالة توتر شديدة مع العرب بشقيهم، عرب ما داخل خط 48 أو عرب 67، هناك حالة توتر كبيرة جدا حتى ما يعرف ببعض الدول المطبعة مع إسرائيل على غرار الأردن التي أصبحت وصايتها على الأراضي المقدسة رهنا لهذه الحكومة وتوجهات المتطرفة لهذا أو لأقصى اليمين المتطرف. هناك حالة توتر إقليمية شديدة جدا الآن مع لبنان، وهناك تصريحات إسرائيلية متطرفة بأنه المعركة الكبرى مع حزب الله ستكون شديدة الطقس. هناك توتر حتى مع الإدارة الأمريكية وبعض حلفائها في الدول الأوروبية بسبب الرؤية العنصرية لهذه الحكومة، التي حيث أصبحت إدارة أمريكية ترى في أن ذلك أصبح لا يخدم لا مصالحها ولا مصالح إسرائيل العليا. والسبب الرئيسي من وراء كل هذا كما قلت آنفا، أن محركات والأسس الرئيسية التي تحرك رؤية هذه الحكومة هي المعتقدات التوراتية وليست رؤية استراتيجية واضحة المعالم.
طيب أعود إليك الأستاذ محمد ناجي صبحا. إذا بالنظر إلى هذه المعطيات والوقائع على الأرض إضافة إلى هذه التصريحات، يعني هل هذا يعني أن الكيان لا يريد حلا مع الفلسطينيين على أي أسس أو أي قواعد؟ الاحتلال الإسرائيلي في معضلة ولا يعرف ماذا يتصرف وكيف يفعل مع الفلسطينيين. هو من ناحية جاء إلى هذا المكان الذي وصفه بأنه شعب أو أرض بلا شعب، وبالتالي نعطيها إلى شعب بلا أرض أي إلى اليهود، فوجد شعبا، ثم وجد شعبا متمسكا بأرضه، ثم وجد شعبا مقاوما. وبالتالي المعضلة الآن أن هذا الشعب موجود، هو يريد دولة يهودية ويفرض دولة يهودية، ولكن بذات الوقت هناك عرب شاءوا أم أبوا، هم موجودون وهم متمسكون بحقهم، وهناك مقاومون. وبالتالي هو الآن في ورطة وفي حيرة لا يدرك ماذا يفعل، يحاول مرة أن يستخدم القوة فيجد أن ذلك لم يعطي نتيجة، ثم لا يتخلى عن القوة لأن هذا منطقه وعقليته التي لن يفتأ أن يفكر بها، ثم ينطلق قليلا باتجاه أن يفكر في التسهيلات ليعطي الفلسطينيين بعض التسهيلات علّه يخفف عنهم وعلّه بذلك يكسب ود القائمين على الأمر وبالتالي يمنع الأحداث، فيجد أن هذا الأمر لم يجد نفعا لأنه هو أيضا لم يعطي بمعنى العطاء، هو ينقط بالقطارة على السلطة الفلسطينية ويريد من هذه السلطة أن تكون أداة تنفيذية أمنية بيديه، فهو يستمر في إجرامه وهو يعطي أقل القليل من الحقوق الفلسطينية، ثم هو بعد ذلك يريد أن يصل إلى حل، لن يستطيع أن يصل إلى حل، لا يوجد الآن أي حل في الأفق، هو يبحث عن طرق هنا وهناك الآن، لماذا البحث بقوة باتجاه الحل مع السعودية لكي تطبع مع الاحتلال الإسرائيلي، هو يحاول أن يجد ثغرات وأن يجد أبواب وأن يجد متنفسا هنا وهناك، ولكن أنا أقول بوضوح الوضع متأزم والحالة تتجه إلى مأزق يتلوه مأزق ولا تتجه إلى حل، والوضع الفلسطيني يتجه إلى مزيد من التفجر، فهو اقتصاديا يزداد سوءا وهو أمنيا يزداد صعوبة وهو من حيث الاحتلال يزداد قسوة وشراسة وإجراما، وهو من حيث إمكانية تطبيق حل الدولتين أو غيره لا يوجد أي أفق لا في المدى القريب ولا في المدى البعيد إلى مثل هذا الحل، وبالتالي الأمور تتجه إلى حائط مسدود ولن يكون هناك حل في المدى المنظور. طيب وأمام هذه الإجراءات الصهيونية الصعبة الدكتور غراف المتمثلة في الانتهاكات، اعتقالات، استيطان، تهويد وحتى تهجير، بالتالي كيف يمكن للفلسطينيين الخروج من هذا المربع الطويل الاعتداءات المتكررة والمستمرة من طرف الصهاينة؟ وبداية علينا أن نتذكر أنه قبل أمس فقط اجتماع حكومي الإسرائيلي الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية في أحد أنفار داخل أو تحت القدس الغربية، يعبر ويحمل من الدلالات الرمزية الكثير على رغبة هذه الحكومة في الدفع نحو الصراع إلى أقصى الحدود إن صح التعبير. الفلسطينيون هنا أمامهم العديد من الخيارات، وأكثر الخيارات فعالية ونجاعة هي توحيد الصف الفلسطيني في حد ذاته وتجاوز الانقسامات التي لطالما لعبت دورا رئيسيا في تقوية الموقف الإسرائيلي. خارجيا على بعد توحيد الصف أكيد والتعويل على خيار المقاومة بحكم أنه الخيار تفاوض الخيار السياسي منذ مفاوضات أوسلو وطيل ثلاث عقود سابقة لم يدفع بهذا الاحتلال إلا إلى مزيد من الانتهاكات، إلى مزيد من الاستيطان، إلى مزيد من قضم الأراضي، إلى مزيد من الشرعية الدولية. الآن الخيار المقاومة هو الخيار الأسلم على الأرض، خيار المقاومة لن تكون له فعالية ونجاعة كبيرة إلا بعد توحيد الصف الفلسطيني. أما في الشق السياسي فعلى الجانب الفلسطيني التسويق لرؤيته ومظلوميته، مستغلا الآن حالة التوتر النسبي في العلاقات الإسرائيلية الغربية، حتى أنه شاهدنا في الأسابيع الأخيرة الإعلام الغربي بصفة عامة في أوروبا أو في أمريكا بدأ يسوق لرؤية معينة مفادها أنه إسرائيل والحكومة الحالية التي كما قلت عليها آنفا تعتبر
أكثر الحكومات راديكالية في التاريخ الإسرائيلي تتحمل جزء من المسؤولية، وهذا على الجانب الفلسطيني أن يستغلهم لصالح التسويق للرؤية والمظلومية الفلسطينية التاريخية، مع استغلال بعض الهامش السياسي والإعلامي كما سبق وذكرت الذي أتاحه هذا التوتر. إضافة إلى التسويق للقضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية، صحيح أن القضية الفلسطينية ولطيلة العقود خاصة في مؤسسات الأمم المتحدة قد نجاحا جزئيا نوعا ما في التسويق لهذه المظلومية، ولكن الآن التعويل على القوى الكبرى، حالة العلاقات الروسية الإسرائيلية الآن بسبب الدعم الإسرائيلي للنظام في أوكرانيا تمر بأسوأ مراحلها منذ عقود من الزمن، وهذا على السلطة الفلسطينية كذلك أن تستغله تمام استغلال، فضلا على الصين كقوة صاعدة ورؤية الصين المحايدة في القضية الفلسطينية وضرورة ربح إن صح التعبير بعض المواقف الدولية نتيجة لراديكالية السياسة المتشددة والعنصرية التي تتبناها هذه الحكومة. طيب الدكتور غراف، الأستاذ محمد ناجي صبح، إذن في ظل عربدة الحكومة المتطرفة وأمام تخاذل المجتمع الدولي، ما الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين لربما الوصول إلى حل مع الكيان الصهيوني؟ يعني كما ذكرت قبل قليل، واضح أن الأفق مسدود حالياً. الشعب الفلسطيني من الواضح كذلك أنه متمسك بمقاومته. نحن عندما ننظر إلى الشهداء والمقاومين نجد حالات يعني حقيقة مميزة، نجد أن الشباب يقبلون على هذا العمل، يقبلون على المقاومة بقناعاتهم، يتركون كل شيء خلفهم ويتقدمون الصفوف، نجد أن الشهداء يتبعهم شهداء، نجد أن أعمال الاحتلال وإجرامهم وبطشهم لم يحد من عمل المقاومة، بالعكس، وتقارير الاحتلال ذاتها، وأنا أقرأ التقارير الأمنية والعسكرية ومعاهدهم ومؤسساتهم التي تدرس بشكل عميق واستراتيجي، تقول بشكل واضح أن هذه العربدات للمستوطنين وأن الجرائم وأن القتل يولد مزيد من أعمال المقاومة، وحتى نظريات العقاب الجماعي التي هم يتبنوها منذ أن قامت هذه الدولة وهم يعاقبون الشعب الفلسطيني عقاب جميع، أن هذا العقاب الجماعي لم يؤتي أكله، يعني بالأمس هدموا بيت عبد الفتاح خروشي، هذا لم يمنع هم أصلا بعد أن استشهد عبد الفتاح خروشي وقتل مستوطنين ثم استشهد بعد ذلك، ابنه قام بعمل آخر يعني محاولة طعن ضد الاحتلال، وبالتالي رغم أن بيته سيهدم ورغم أنه أن أهله شردوا، وبالتالي الشعب الفلسطيني أمامه أولا أن يتمسك بخياره، خيار مقاومة الاحتلال أيا كان شكل هذه المقاومة، ثانيا أن يتوحد باتجاه يعني على الأرض على الأقل، ومن الواضح أن أين يتوحد الشعب الفلسطيني، ثالثا على السلطة الفلسطينية أن تقوم بواجبها. الآن جرائم الاحتلال كثرت بطريقة إذا أراد من أراد أن يستخدم المقاومة الدبلوماسية يستطيع أن يجرم الاحتلال في كل المحاكم والمحافل الدولية بشكل قاطع. نعم، وهذا الواقع الأستاذ صبحة يدفعنا للتساؤل عما الذي يريده المجتمع الدولي من حل القضية الفلسطينية اليوم أمام كل هذه الوقائع والأحداث. نعم، هي أحداث، تخيلي أن الاحتلال الإسرائيلي وأمام سموتريتش وبن كفير يعني لا يلقون بالا لا إلى قانون دولي ولا إلى قانون محلي، يستخدمون كل أنواع جرائم الحرب التي تخطر ببال، وثم بعد ذلك يدورون ظهورهم للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي الآن أصبح أصلا يضيق ذرعا بهؤلاء، حتى أمريكا، ونحن تحدثنا إن تذكري في هذا المنبر عن الموقف الأمريكي الذي ضاق ذرعا بتصرفاتهم ورفض استقبالهم مرة بعد مرة، رفض أن يدخلوا إلى أمريكا وأن يستقبلهم كوزراء أو كمسؤولين في الحكومة أو غير ذلك، حتى أن اللوبي الصهيوني في أمريكا اتخذ بحقهم موقفا حيال ما يتصرفون به. وبالتالي الآن السلطة الفلسطينية، وأنا أختم بهذا القول، يجب أن تتمسك بهذه الفرصة وأن تنسحب إلى الخلف خطوات، وأن تتوجه إلى محاكم العالمية، إلى محكمة لاهاي وإلى كل المنابر العالمية،
وتحاكم هذه الطغمة الفاشية الصهيونية التي لا تلقي بالا لأحد والتي تسلب الناس حقوقهم والتي ترتكب بحقهم جميع أنواع جرائم الحرب. طيب الدكتور غراف، الأستاذ صبحة أشار إلى نقطة مهمة وهي المتعلقة بموقف الولايات المتحدة من هذه العمليات والاعتداءات المتكررة من قبل الصهاينة على الفلسطينيين، والعملية الأخيرة وصفتها واشنطن بأنها إرهابية في لهجة حادة، ربما تعكس فيما يبدو إحباط واشنطن من تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة في عهد الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة. و بالتالي أسألك هنا، ألا يمكن للفلسطينيين الاستثمار في مثل هكذا مواقف كموقف واشنطن من هذه العمليات؟ هذا أمر وارد جدا، وهذا ما ذكرته أنا سابقا، وإن كان متعمق في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية سيجد أنها تتسم بنوع من التعقيد الكبير جدا من لوبيات ومن المؤسسات الرسمية. الإدارة الأمريكية والمشهد السياسي الأمريكي على أبواب الانتخابات الرئاسية بعد حوالي سنة، فالحسابات هنا بين الحزبين ستكون حسابات معقدة جدا. ولكن في كل الأحوال التعويل كثيرا على الموقف الأمريكي في إدارة إسرائيل هو تعويل مؤقت بحكم قوة الإيباك على أرض الواقع، بحكم أنه في أمريكا نحن كما قلت آنفا على أبواب الانتخابات الرئاسية، وبالتالي كلا الحزبين وكل المترشحين سواء في الانتخابات داخل الحزب أو الانتخابات الرئاسية في الأخير سيعولون وسيلعب اللوبي الإسرائيلي في شقه الإعلامي وفي شقه المالي دورا بارزا في إيصال أحد المترشحين إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن ترهن علاقتها بلوبيات إسرائيلية نافذة جدا في مقابل كسب ود السلطة الفلسطينية أو اتخاذ نعم. إذا نرحب الآن بعد انقطاع الاتصال بالدكتور عبد الرزاق غراف، نرحب من القدس المحتلة بالمحلل السياسي الدكتور أمجد شهاب. أهلا بك معنا دكتور أمجد. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولجميع السادة المشاهدين على قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا. إذا الدكتور أمجد، لم يتبقى لنا الكثير من الوقت من وقت وعمر هذا البرنامج، إذا السؤال يتعلق بإرهاب المستوطنين والعمليات التي يقومون بها من قتل عمدي للفلسطينيين، يعني هل تعتقد أنه هو عودة للميليشيات الصهيونية المتطرفة؟ نعم، سمعت ضيوفكم الكرام قبل قليل. المشروع الصهيوني مبني ضمن مشروع كبير، ضمن مشروع إمبريالي استعماري غربي. هناك من لا يستوعب أن دولة الاحتلال لديها غطاء وحماية دولية غربية، سواء بالأمم المتحدة أو سواء بالقانون الدولي، وأن دولة الاحتلال هي حالة استثنائية في القانون الدولي لا تعاقب، لأن هناك لا يوجد هناك أي إرادة دولية غربية لمحاسبتها، رغم أنها انتهكت القانون الدولي، ورغم أن كل ما تقوم به من جرائم من عام 1948 باعتراف الصهاينة واعتراف أيضا المؤرخين الجدد الصهاينة عندما أصدروا الكتب كيف تم عملية الجرائم والمجازر التي ارتكبت ضد الفلسطينيين من عام 1948. نحن نتحدث بعد 75 عام اليوم بأن هناك صورة أصبحت أوضح لدولة الاحتلال، وخاصة في نظرية العنصرية وفي نظرية قتل الفلسطينيين بشكل واضح جدا، وخاصة أن هذه الطبقة قد وصلت، الصهيونية الدينية قد وصلت إلى سدة الحكم، هي لم تختفي في أي لحظة من اللحظات في وجودها في هذه الحكومة الاحتلال، ولكن الآن هي التي تتصدر المشهد السياسي وهي التي تقوم بذلك. هم يعلنون جهارا وليلة نهار بأنهم يرتكبون هذه الجرائم، ويقومون بإصدار التصريحات التي تدعي إلى قتل الفلسطينيين، وأيضا من يقوم بقتل الفلسطينيين يتم حمايته. ورأينا قبل يومين كيف تم اغتيال وقتل بدم بارد أحد المواطنين في ضواحي رام الله، وأن تم إطلاق سراحه فورا ولم يتم عقابه. أيضا كل الذين يقومون بعملية قتل الفلسطينيين خارج القانون
بعملية قتل ميداني يتم إعطائهم أوسمة ويتم شكرهم من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية. نعم دكتور أمجد، هذا المسعى الصهيوني المتطرف اليوم برأيك ألا يهدف لتسريع تكريس مشروع الدولة اليهودية؟ الدولة اليهودية أصبحت أمر واقع، هم يحاولون بشكل واضح الإسراع في عملية طرد الفلسطينيين. هم يرسلون رسائل واضحة جدا للفلسطينيين بأن عليهم الرحيل وأن ليس لديهم أي حقوق سياسية وليس هناك أي اعتراف بوجود شعب فلسطيني في فلسطين. سن قانون يهودية الدولة هو قانون عنصري ينتهك كل القوانين الدولية، وأيضا هناك احتلال، وكل ما يقوم به الاحتلال هو جريمة ضد القانون الدولي. هم يقومون الآن بتقدم في مشروعهم الاستيطاني وفي مشروع تهويد ما تبقى من فلسطين وخاصة في الضفة الغربية. كل هذه التصريحات ترسل رسالة للفلسطينيين بأن عليهم الرحيل، لا يوجد لهم أي مستقبل. شكرا، انتهى وقت البرنامج. معذرة على المقاطعة الدكتور أمجد شهاب، الشكر موصول لك على المشاركة معنا. شكرا لك من طول كرم الأستاذ محمد ناجي صبحة مدير مركز الميدان للدراسات والاستشارات، والشكر موصول لك من السعودية الدكتور عبد الرزاق غراف باحث أول بمركز الخليج للأبحاث بالرياض على المشاركة معنا في برنامج نبض العالم. وإلى هنا يأتي ختام عدد اليوم، نلتقي غدا بحول الله، إلى اللقاء.